أهلا بكم. يواجه الكثير من الأطفال حول العالم انتهاكات كبيرة في العديد من مناطق الصراع، وأطفال العراق كان لهم نصيبهم من تلك الانتهاكات الجسيمة، حيث أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تفاقم معاناة الأطفال في البلاد، ولا تزال في تصاعد مستمر منذ احتلال العراق عام 2003. جاء ذلك خلال ندوة خاصة بعنوان أطفال العراق استهداف مستمر ومستقبل مجهول، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا العدوان على الأطفال، حيث أشار إلى أن أعداد الأطفال في السجون الحكومية المعلنة في العراق يقدر بأكثر من 9000 طفل، منهم أكثر من 1000 طفل لم يتجاوز 9 من عمره، يعانون من الظروف القاسية، ظروف احتجاز وسجن سيئة للغاية. بينما تشير منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى أن هناك الآلاف من الأطفال ولدوا خلال الحرب، وقضى كثير منهم سنوات حياته في مخيمات النازحين، وأن الكثير من الأطفال خسروا أسرهم، آباءهم، أمهاتهم، أو تفرقوا عن عائلاتهم بسبب ويلات الحرب وما تلاها في ظل حكومات نظام المحاصصة. وتحذر الأمم المتحدة في تقاريرها من حرمان الأطفال العراقيين من التعليم، واعتبرت ذلك انتهاكا يترك أثرا وخيما وخطيرا على حياتهم ومستقبلهم، حيث حذرت اليونيسيف أكثر من مرة من أن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة للغاية تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، فيجعلهم عرضة وضحية للاعتداء والاستغلال والاختطاف وسرقة أعضائهم، وجعلهم أيضا أداة من أدوات نشر المخدرات في ظل سطوة ونفوذ الميليشيات التابعة لإيران. كما أظهرت إحصائيات الأمم المتحدة أن آلاف الأطفال العراقيين تم تجنيدهم من جانب الميليشيات للمشاركة في الصراعات المسلحة في العراق وخارج العراق. مشاهدينا الكرام، هذه القضية نضعها تحت الضوء لنكشف الخفايا وراء استهداف الأطفال العراقيين ضمن عدة محاور. المحور الأول نتساءل فيه عن أسباب استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في العراق، والمحور الثاني نتحدث عن الأضرار النفسية والتداعيات الاجتماعية لتعرض الأطفال العراقيين للسجن والاستغلال والحرمان من حقوقهم الأساسية كأطفال، الحقوق في التعليم، في الصحة، في الحقوق الخاصة بالطفل في ظل نظام المحاصصة الطائفية. أما المحور الثالث فنقف فيه على أسباب استهداف الأجيال في العراق ولمصلحة من. سيكون معي في هذه الحلقة الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك دكتور. وأيضا الأستاذة آمال الضفيري، الناشطة في حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذة آمال. مرحبا بكم، شكرا. نشاهد مشاهدينا الكرام بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يواجه الكثير من الأطفال حول العالم انتهاكات كبيرة في العديد من مناطق الصراع، ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات والحروب. أطفال العراق كان لهم نصيبهم من تلك الانتهاكات الجسيمة، حيث أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تفاقم معاناة الأطفال في البلاد وما تزال في تصاعد مستمر منذ العام 2003. جاء ذلك خلال ندوة خاصة بعنوان أطفال العراق استهداف مستمر ومستقبل مجهول، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان على الأطفال، مشيرا إلى أن أعداد الأطفال في السجون الحكومية المعلنة يقدر بأكثر من 9000 طفل، منهم أكثر من 1000 طفل لم يتجاوز 9 من عمره، وأن معظمهم اعتقلوا بناء على أدلة واهية، ويعانون من الاكتظاظ الشديد ومن ظروف احتجاز سيئة للغاية. بينما دعت منظمات حقوقية لحماية أطفال العراق
من الانتهاكات والمخاطر التي تحيق بهم. ووفقاً للمنظمات الحقوقية، فإن الأرقام تشير إلى تعرض 2114 طفلاً عراقياً إلى انتهاكات جسيمة، منها القتل والتشويه، إضافة لتعرض 1772 طفلاً للانتهاك خلال العمليات العسكرية الأخيرة، كما تم تجنيد أكثر من 200 طفل في الصراعات الدائرة في البلاد، وتعرض الكثير منهم للقتل والعاهات المستديمة بسبب المخلفات الحربية. فيما أثرت العمليات العسكرية على الولادات الحديثة، حيث يسجل نحو 5% من الولادات بتشوهات وأمراض قاسية، ويموت بعضهم بعد ساعات أو أيام من ولادتهم. رابطة المرأة العراقية دعت إلى خلق بيئة تربوية وتعليمية لانتشال الأطفال في العراق من واقعهم المرير، مؤكدة أن العراق يواجه ظروفاً ومخاطر كثيرة، من بينها تراجع منظومة التعليم وزعزعة المحيط الأسري وعدم الاهتمام بالصحة العقلية، مشيرة إلى الأرقام المخيفة من الأيتام والمشردين والمفقودين وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن أعداداً كبيرة من الأطفال باتوا ضحايا الاستغلال والعمالة والفقر والجوع والمرض. تابعنا إذن هذا التقرير المؤلم عن ضحايا الأطفال في العراق. مشاهدينا الكرام، أبدأ بسؤال لدكتور جاسم الشمري. دكتور، هذه الانتهاكات ضد الأطفال بالتأكيد لها تاريخ، لها مدة بداية، وإلى الآن هي مستمرة. يا ترى كيف تصف هذه الانتهاكات، ومتى بدأت الانتهاكات ضد الأطفال العراقيين؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك ولمتابعيكم ولأخت الكريمة. أنا أعتقد أنه أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأطفال هم الحلقة الأضعف، يعني وتليها النساء في المجتمعات. الطفل أضعف من المرأة، وبالتالي نحن نتحدث عن كائن بشري ضعيف. تخيل معي لو أن أي شخص لا قدر الله أن يكون طفله بهذه المشاهد المؤلمة التي رأيناها من يعني عافاكم الله جميعا، السرطانات والإعاقات، وشيء مؤلم هذا الذي رأيناه قطرة في بحر، يعني شيء مؤلم لا يمكن أن يعني نصمد أمامه، لأننا نتحدث عن إنسان له مشاعر، له عائلة، له أم تتألم بألمه، له أب يتألم يأنه بأنينه، وبالتالي نحن نتحدث عن مأساة حقيقية أصابت أطفال العراق منذ الحصار الدولي الجائر على العراق بعد غزو الكويت وربما حتى الآن. حينما نتحدث عن 5 مليون يتيم في العراق، ونتحدث عن 38 مليون مواطن عراقي، 1 إلى 6 منهم من أطفال، نحن نتحدث عن 5,622,000 طفل في العراق، منهم 2,700,000 من الأناث، و 2,850,000 أو 890,000 من الذكور. ومعلوم أن الطفل الأنثى في مجتمع مثل مجتمعاتنا في الغالب العام، وأنا لا أتحدث هنا على العموم، الأطفال البنات هن من الأصل مظلومات. فكيف لو أضيف إلى هذا الظلم العائلي ظلم عام، يعني من الإهمال المتعمد وغير المتعمد من القوى الرسمية ومن المنظمات الحكومية والدولية، وعليه نحن نتحدث عن مأساة في الطب. وزارة الصحة العراقية تقول لدينا كل شهر ما بين 25 إلى 30 طفل يصابون بالسرطان، وهم يقولون أن هذه الإحصائيات خطيرة وكبيرة جدا، وهؤلاء لا يجدون ما يكفي من الأدوية الكيميائية والإشعاعية وغيرها من متطلبات العلاج بسبب الأسلحة المحرمة التي استخدمت في الحرب. نعم، فعليه حينما نعود إلى مأساة الاحتلال ونعود إلى مأساة الفلوجة على سبيل المثال،
ونعود إلى مأساة الجنوب المهمل، وأعلى نسبة فقر في العراق هي في مدينة محافظة مثنى السماوة العراقية، يعني فيها 48% من المواطنين هم من الفقراء. وتخيل معي هذه الخيرات الكبرى في العراق ونحن نتابع مواطن مسكين فقير من أهالي صلاح الدين يرقص فرحا بعد استلام بطاقة المعونة الاجتماعية والتي هي 120,000 دينار، أي ما يعادل قرابة 75 دولار أمريكي. تخيل معي في ضوء هذه الثروات الهائلة والموازنات الانفجارية في العراق، تخيل معي هذا الواقع المؤلم المرير من ناحية الصحة والتعليم وغيرها من جوانب الحياة الضرورية التي لا يمكن بإهمالها أن تكون حياة طبيعية. إذن نحن نتحدث عن مأساة، هذه المأساة بحاجة إلى معالجات حقيقية وليست معالجات شكلية، وهذا الأمر حقيقة حتى الآن غائب، وبالذات ونحن نتحدث عن أكثر من 250 طفل عراقي محكومون بالسجون وزارة العدل العراقية بسبب المخدرات. أنا هنا لا أتكلم عن التعاطي وإنما عن استخدام هؤلاء الأطفال في تجارة المخدرات وفي الترويج لها وفي نقلها وانتشارها. نعم، إذن هي كارثة بحاجة إلى وقفة مجتمعية كبيرة. نعم أستاذة أمال الظفيري، يعني المنظمات الحقوقية والدولية إلى أي مدى ترين أنها وقفت على المستوى الحقيقي للكشف عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال العراقيون؟ نعم شكرا لكم، تحياتي. يعني أطفالنا هم مسؤوليتنا، يعني وليست مسؤولية المنظمات الدولية. المنظمات الدولية ذكرنا سابقا هي منظمات مسيسة، إذا تتذكرون أطفال سوريا وشنو صار موضوع أطفال سوريا وأطفال فلسطين وأطفال يعني اليمن، شنو صار بموضوعهم. فالمنظمات الدولية هم منظمات مسيسة، وبالنهاية هي فقط تعطي التقارير. أطفالنا هم مسؤوليتنا، مسؤوليتنا إحنا، مسؤولة الحكومة العراقية، مسؤوليتنا كشعب عراقي إنه إحنا نحافظ على أطفالنا ونحميهم من أي خطر وأي تجاوز. فأنا ما أعتقد المنظمات الدولية أعطت الطفل العراقي حقه بتقاريرها، والسبب إنه هي مسيسة. 20 سنة أستاذة أمال، الطفل العراقي يعاني من انتهاكات، سواء كانت يعني تداعيات ما بعد الحرب من السرطانات والأمراض في مختلف محافظات العراق، وسواء يعني الحرمان من الأب والحرمان من الأم نتيجة اليتم، نتيجة القذائف، نتيجة القتل، عمليات الاغتيال أو حتى السجن. هناك أكثر من 9,000 طفل في السجون المعلنة في العراق. هنا الحكومات المتعاقبة في ظل نظام المحاصصة كيف تنظر إلى الطفل العراقي عندما تراه بأم عينها في السجون؟ يعني هؤلاء المسؤولون، هذه المناصب في الحكومات المتعاقبة، هم يزجون بالأطفال العراقيين في السجون عمدا بدون تهم موجودة فعلية. يتم اعتقال الأب أو الأم وأخذ الطفل معها ووضعه داخل سجون في ظل اكتظاظ وظروف سيئة ولا مراعاة لحقوق أي طفل. يعني هذا الأمر يعني ماذا يترتب عليه من قبل القانون الدولي، من قبل ما تطرحه الأمم المتحدة، ما يمنح حقوق الطفل في العالم؟ كيف تتعامل معه وهي ترى أن هذه الحكومة التي تضفي عليها من الشرعية تتعامل مع أطفال العراق هكذا؟ نعم، أنا قلت يعني هذه حكومة الاحتلال، بالبداية هو الاحتلال يتحمل مسؤولية معاناة أطفال العراق. وإذا كان الأطفال انسجنوا، وحتى لو كان الطفل مجرم، الطفل ما ينسجن بالقانون الدولي بالقوانين الأمم المتحدة، الطفل نهائي لا يسجن ولا يعاقب حتى وان ارتكب جريمة.
يعني هذه المعلومة. والطفل هو إحنا مرة ذكرنا أنه هو كل شخص أقل يعني عمره 18 سنة. أصلاً هذا الموضوع جريمة، جريمة بحق الطفولة، جريمة بحق الإنسانية، هو غير قانوني بالأساس أنه زج الأطفال بالسجون. وعلى أي أساس كان زج الأطفال بالسجون؟ هذا أبوه داعشي، هذا أبوه بعثي، هذا أبوه ما أعرف شنو، هذا أمه، كان هذه الأسباب يزجون الأطفال بالسجون. فماكو أي جريمة بالأساس. طيب والطفل اللي أخذوا أبوه موجود بالسجن، هذا هم هذا هم انتهاك الحقوق، أنه أبوه مسجون وبدون أي سبب. هي بالبداية، وطبعاً هي إحنا قلنا أنها تصفيات عرقية، تصفيات لفئة معينة، لا يوجد أي مبرر قانوني إلها. هذا كله هو انتهاك، وكله هو ضد القانون وضد الإنسانية وضد الأديان. هذا اللي قاعد يصير هسه. من اللي حاسب؟ ما نحاسب، لأن إحنا عندنا دولة دي الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تبرر وتشرعن كل هذه الانتهاكات. إحنا بالتالي يعني أي أمم متحدة، يعني أي حقوق إنسان، إحنا عندنا الولايات المتحدة اللي أكبر قوة بالعالم، اللي هي قاعد شرعت وعلى أمامها بيتم اغتصاب وانتهاك حقوق الطفل. فإحنا بالضبط يعني ضايعين نقدر نقول، وما نقدر نغير حال هذا الحال إذا بدون ما نكون دولة مستقلة، دولة ذات سيادة، حتى نقدر نحقق نحافظ على حقوق الطفل، حقوق الإنسان، نتكلم بهذه الأشياء. نعم. إذن دكتور، استهداف الأطفال هو مثل ما تفضلتم يبدأ من الحصار الاقتصادي. ماذا لو تحدثنا عن ما قبل الحصار؟ يعني هناك استهداف لأب هذا الطفل، ما يؤدي إلى أيتام أكثر عن طريق الصراعات، عن طريق الصواريخ، عن طريق الحروب. هل هذا يعني أن هناك استهداف قديم ومتأصل وله جذور ومتسلسل يصل بنتائجه إلى هذه المرحلة؟ يعني أعتقد أنه السرد التاريخي اليوم ما ينفعنا. يعني لنتكلم يعني أنه يعني لماذا فقط أطفال العراق؟ لماذا ليس أطفال فقط أطفال العراق؟ يعني نتحدث عن أطفال سوريا، عن أطفال اليمن، عن أطفال فلسطين، عن أطفال الكثير من الدول العربية، من مصر أيضا. كل دولة فيها أنظمة يعني لا تحب الديمقراطية، لا تحب التعايش السلمي، تجد هذه الظاهرة. كيف تبدأ الظاهرة؟ تبدأ الظاهرة من التهجير. وبالتالي نحن مثلا نتحدث عن أبنائنا اللي هجروا منذ أكثر من يعني 17 عاما أو أكثر. يعني الكثير من أبناء المهجرين اليوم لا يعرفون العراق، يعني لا يرتبط بالعراق الارتباط الحقيقي المطلوب، بسبب الابتعاد كل هذه المدة عن العراق. وبالتالي القضية قضية عميقة، يعني ربما يراد منها اقتلاع جيل كامل من العراقيين عن الوطن. لماذا لا نقول مثل ما يذهب الكثير من المحللين والمراقبين وحتى المؤرخين، يقولون إن ما يجري في العراق إنما هو استهداف على نمط ما جرى في فلسطين؟ هذا الذي أنا أقوله. قولوا أن حينما تقتل يعني إنسان، أن الأمر فيه عقائد دينية، يعني قضية مدروسة وليست قضية يعني قضية عبثية. يعني يراد منها أستاذي كريم، يعني اليوم مع الأسف تذكر تحدثنا في أحد المرات عن قضية الانتماء لعراق. هذه تتعلق بتلك. حينما تقتلع انتماء طفل بالوطن، فأنت تقتلع انتماء أجيال قادمة بالوطن. الأب الذي لا يعرف العراق، بالنتيجة أولاده لا يعرفون العراق. وهذا حال غالبية، ما لا أقول جميع، المهجرين في خارج العراق، وبالذات في أمريكا وأوروبا. يعني اليوم صرنا أمام أجيال مستعدة أن تكفر بالعراق ولا تتمنى العودة إلى هذا. طبعا ما يؤكد كلامك دكتور، أيضا هناك تقارير صدرت عن الأمم المتحدة
يقولون على سبيل المثال أن الأطفال الذين ولدوا في أثناء الحرب عام 2003 قضوا جميع سنوات حياتهم في مخيمات النزوح، هم ولدوا يا إما ولدوا هم أيتام ليس لديهم أب، أو ولدوا آباؤهم مطاردون من قبل الميليشيات وزجوا في مخيمات النازحين. لا كيف لهؤلاء أن يكون لهم انتماء للوطن، للوطن وهو طفل؟ يعني إذا أردت أن تغرس شيئا في الإنسان اغرسه منذ فترة طفولته. نعم، وبالتالي أستاذي القضية وما بها أنه نحن صرنا أمام مؤامرة خطيرة، مؤامرة ظاهرها مكافحة الإرهاب، ظاهرها يعني مكافحة الإرهاب، هذا الشعار المخيف الذي فيه أكثر من طريق، مرة طريق يكون يعني ضد المستهدف أصلا، وربما يتم استخدام هذا القانون لملاحقة حتى الأبرياء. وعليه اليوم نحن أمام يعني آلاف العوائل العراقية التي لا يوجد أي ملاحقة قانونية حقيقية عليهم في العراق، ومع ذلك هم الآن خارج العراق ولا يمكنهم العودة بسبب حالة الاقتلاع من الجذور. يعني باع بيته، يعني لم يبقى له أي ارتباط وظيفي أو سكني أو مالي بالعراق، وبالتالي لا يفكر في الغالب العام بالعودة للعراق. إذن القضية حينما نتحدث عن طفل ينشأ في مخيمات لجوء أو نزوح، هذا الطفل في مخيمات النزوح ربما يرى شقيقه الأصغر يموت بسبب عدم وجود دواء أو عدم وجود حليب مثلا، ربما الآن الوضع اختلف شيئا ما لقلة معسكرات النزوح وربما للتركيز عليها، ربما الآن فيه شيء من يعني المقبولية أكثر. أنا أتحدث عن مرحلة خطيرة هي منذ عام 2004 لليوم، حينما هذا الطفل يرى شقيقه يموت بسبب الجوع وبسبب الإهمال وبسبب نقص الغذاء، هل تعتقد أن هذا الطفل حينما يكبر سيكون مواطنا وطنيا محبا للوطن؟ كيف؟ لا مستحيل. لا. لأنه يرى أن الوطن الذي ولد على أرضه مات بسبب الإهمال، مات شقيقه بسبب الإهمال والحالة السلبية القائمة في المخيم. إذن بعض هذه المخيمات أو بعض الصور التي حدثت في المخيمات كانت سبباً لنشوء الإرهاب، ما يسمى الإرهاب. لماذا؟ لأن الإنسان لكل فعل هنالك رد فعل، تداعيات نفسية. الفعل الصالح ردود فعله في الغالب العام بل بالمطلق ردود فعل صالحة، الفعل السلبي والشرير في الغالب العام ردود أفعاله يعني تكون شريرة وغير طيبة. إذن من المسؤول عن هذه الحالة؟ يفترض أن نقف عن الجهة التي تزرع الإرهاب في العراق باسم القانون. هذه الحالة هي التي يفترض أن نتحدث عنها، لا نتحدث مثلا عن 9000 طفل عراقي ماتوا خلال هذه المرحلة بسبب الإهمال. القضية لا تتعلق فقط بهؤلاء، القضية تتعلق بخمسة مليون عراقي مهجر داخل وخارج العراق، تتعلق بخمسة مليون يتيم عراقي. هل وفرت لهم الدولة، وأنا هنا حينما أقول الدولة مقصود بها البرلمان والحكومة، لأن المادة 30 من الدستور العراقي تقول أن الدولة تتكفل للأسرة بالحياة الآمنة والسكن المستقر. السكن المستقر لا يمكن أن يكون معسكر النزوح هو سكن مستقر، إذن هنا تضارب مع الدستور. المواطن العراقي اليوم يفترض بالمسؤول أن ينظر لمصرف العائلة العراقية كما ينظر لعائلته. حينما يأتي مسؤول في الدولة العراقية ويقول أن ابنه في ألعاب البلاي ستيشن كل شهر ينفق 5 مليون دينار عراقي، وقالها ببرنامج صريح ولم يخجل من هذا الأمر، تخيل معي 5 مليون دينار عراقي لألعاب طفل واحد من أبناء المسؤولين.
هذه الخمسة مليون كم عائلة عراقية تكفي؟ ما لا يقل عن 10 عوائل عراقية من الفقراء الذين يرقصون حينما تعطيهم الدولة 120,000 دينار عراقي. إذا ربما نتحدث عن أكثر من 20 عائلة تستفيد من 5 مليون دينار عراقي يلعب بها طفل من أطفال أحد المسؤولين بلاي ستيشن أو غيرها من الألعاب. إذن القضية يا أستاذ نحن بحاجة إلى رقابة كبيرة على المسؤول قبل أن تكون على المواطن. حينما تكون الموازنة مرسومة وخططها واضحة في ذلك الوقت لا يمكن التلاعب بإيرادات الدولة ويكون لكل مواطن حصة من الموازنة تدفع له عبر الخدمات، عبر رواتب المعونات، الرواتب الحقيقية التي كما قال الدستور حياة كريمة وسكن مستقر. المشكلة دكتور يعني الكثير من اللجان الرقابية في ظل حكومات المحاصصة تم تشكيلها، وهذه اللجان الرقابية تأخذ رشوة، ترتشي، ليس لها مفهوم وطني، ليس لها انتماء وطني، لديها انتماء حزبي، وبالتالي الموضوع في ظل هذه الحكومات موضوع ضايع ليس له أي نتيجة. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذة أستاذة أمل. أستاذة أمل، عندما تتحدث تقارير الأمم المتحدة عن أن أطفال آلاف الأطفال ولدوا في أثناء الحرب قضوا معظم حياتهم في مخيمات النزوح، يعني جاءوا إلى الدنيا طفولتهم عبارة عن تهجير ونزوح واعتقال لآبائهم وحر لاهب في الصيف وبرد قارس في الشتاء وجوع وأمراض وسرطان. هنا تأثرت منظومة الانتماء لديه، هو لا يشعر بأنه ينتمي إلى وطن يحن عليه أو على حكومات تنتبه له، فبالتالي هناك أضرار نفسية وتداعيات على المجتمع. هذه الأضرار النفسية بالتأكيد لها ثقلها مستقبلا على المجتمع في العراق المنهك أساسا. يا ترى كيف تنظرين إلى هذا الأمر ومن حيث نظرة الأم العراقية؟ طبعا يعني مفهوم المواطنة هو مو مثل ما كان يخيلوا أن القوميين والوطن هو بس اللي أنا عايش تحت السماء. الوطن هو المكان اللي أنا أشعر به بالأمان وابني يشعر به بالأمان، وعندي سقف وعندي أكل أوكل ابني، وعندي عدة صحة أقدر إذا مرض أودي للطبيب، وعنده مدرسة أدرسه، وعنده وما يتعرض لل يعني حماية عندما يتعرض للعنف. هو هنا أنا إذا الطفل لقى هذه الأشياء هو هذا وطنه. أما الوطن بس إنه حاطه لأن مولود هو بالعراق فخلص هو إنسان وطني، فهذا شيء مو صحيح. نعم. هذا الطفل المولود بالمخيمات إذا طلع شخص عدائي ويكره العراق فهذا من حقه، ولو أنا كنت بمكانه كان عندي نفس الشعور. فاني لا اقعد اني ازايد على اتكلم بالوطنيه وبالوطن، واني اصلا الطفل هذا مخليته مولود مخيم وقاعد الناس تصدق عليه، وهو بلد عايم على بحيرات من النفط، ومسؤولين العراقيين مثل ما تفضل السيد الدكتور الشمري ابن المسؤول يلعب بخمس ملايين دينار عراقي بس بالبلاي ستيشن. زين، وهذا الطفل أنا عايفته بلا أكل بلا شروب، ما عنده يجوز حتى هوية جنسية، ما عنده عراقية، وأنا أدي أقول لأبي أقول له تعال صير وطني. هذا هو قنبلة موقوتة راح يكون هذا الطفل إذا اشتغل ضد العراق وإذا كره العراق وإذا كرهنا إحنا، فهو عنده حق ذاك الوقت. أنا ما من حقي حتى أحاسبه وأقول له أنت ليش سويت بالوطن. إذن في هذه الحالة أستاذة آمال يعني بالتأكيد هناك دور مهم للمؤسسات المجتمعية، يعني سواء كانت الأسرة أو المدرسة أو المسجد أو الكنيسة إلى آخره، لوضع حد لهذه الانتهاكات. عندما نقول بأن الخلل هو عند المسؤولين، البعض يقول كلا، إنما الخلل هو يتحمله المجتمع أيضا، كيف تنظرين إلى ذلك؟ المجتمع احنا عندنا مؤسسات، الموضوع مو عبثي، الموضوع مو فوضوي. احنا عندنا مؤسسات،
ودولة عندها واردات، وهذا الطفل عنده حصة بهذه الواردات. إذا نحن نروح الحرامي الأصلي وين راح؟ صحيح. الحرامي الأصلي هي الدولة العراقية، يوم اللي يروح حق هذا الطفل فهي تتحمل هذه المسؤولية. رئيس وزراء العراق قبل كم يوم سوى له طفل هو حاليا مو طفل لكن كبر، راد من عنده مقابلة وقال له أنا أعطيك أدلة على انتهاك وعلى اعتداءات جنسية من قبل أحد قادة بابليون اللي هو ما أريد أقول اسمه، وقال له بس أعطيني أقابلك وأنا أقدم لك الأدلة شلون قاعد يتم اغتصاب الأطفال من قبل هذه المؤسسة اللي هي أصلا مؤسسة دولة معترفة بها. زين رئاسة الوزراء يقول خلي يقيم دعوة، تتجاهل الناس عندها ادله وعندها مظلوميه، لكن وين الجهه اللي تروح تتوجه لها؟ اذا هناك شراكه في الجريمه من قبل الحكومه والمؤسسات الحكوميه. القانون العراقي والمؤسسات العراقيه كلها هي مشتركه بالجريمه ضد هؤلاء الاطفال. خلي هسه رئيس الوزراء يتفضل، خلي قابل هذا الطفل قول له انت جيب لي الادله اللي انت تعرضت بها الاغتصاب. على فكره ما ننسى المؤسسه الدينيه العراقيه اللي هي اصلا اقرت وحللت قاعد تحلل زواج الاطفال، وزواج الاطفال هذا على فكره هو اغتصاب. زين عمليه اغتصاب بس قانونيه، وحللت التمتع بالاطفال. المؤسسه الدينيه العراقيه تتحمل مسؤوليه كبيره باللي قاعد يصير بانتهاكات حقوق الطفل بالعراق. نعم. إذن دكتور جاسم، هذه الانتهاكات مستمرة، يعني من وجهة نظرك الآن يتساءل البعض يقول بأن حرمان الأطفال العراقيين من حقهم في التعليم، من حقهم في الصحة، من حقوقهم في خيرات بلدهم هو أساسا له هدف، والهدف مثل ما تفضلتم في بداية الحلقة له جذور ونتائج ومخرجات. يا ترى إلى أي نقطة يراد إيصال العراق إليها وهو الآن منهك اقتصاديا ومستهدف اجتماعيا، سواء كان بالأمراض أو المخدرات أو بالتجهيل أو بالفقر أو بالتسيد وسطوة الميليشيات؟ إلى أي نقطة يراد أن يصل إليها العراق الآن وهو الآن قد وصل بالتأكيد إلى أدنى نقطة في الانحدار على جميع المستويات؟ بالأمس سئلت السفيرة الأمريكية في العراق يعني عن احتمالية تغيير في العراق، فقالت اسألوا الشعب العراقي عن ذلك. أمريكا أدخلت العراق في نفق مظلم، الحقد الأمريكي على العراق فاق كل التخيلات، الحقد البريطاني على العراق يعني لا يمكن وصفه، وبالتالي هذه الأحقاد البريطانية الأمريكية المشتركة هي نتيجة، يعني ما نراه اليوم هو نتيجة لهذه الأحقاد الأمريكية. أمريكا ضيعت قيمة المواطن العراقي كإنسان وقتلت أكثر من 1,000,000 مواطن. كانت الدبابات الأمريكية تزحق العوائل بما فيها بالسيارات بالأطفال بالنساء، هذا الأمر لا يعنيها. الصور الموجودة في أكثر المقاطع الفيديوية، الرعب الذي انتشر بين أطفال العراق نتيجة الحالة المخيفة والمداهمات المرعبة للقوات الأمريكية المحتلة لبيوت عراقية آمنة، ورأينا كيف أن الأطفال العراق يصرخون، والجندي الأمريكي الشجاع الذي يحاول أن يظهر شجاعته على هؤلاء الأطفال يعني يصوب بندقيته صوب أطفال يصرخون، بينما نجد هذا الجندي الأمريكي المخادع المنافق يتكلم عن حقوق الحيوان والمثلية في أمريكا. نعم صحيح تمام. هذه الإزدواجية الغربية، بريطانيا على سبيل المثال تتحدث عن الإنسان قيمة عليا والثورة البريطانية والجرائم الفرنسية في الجزائر كانت من أبشع الجرائم على مر التاريخ، ولحد الآن هنالك جماجم من يعني
رؤوس الرجال أبطال من أهلنا في الجزائر موجودة لدى الاحتلال الفرنسي. أنا أريد أن أقول أن القضية ما يجري هو حالة مقصودة، يفترض أن يكون للشعب العراقي موقف حقيقي في معالجة هذا الأمر كما قالت السفيرة الأمريكية. هذا يعني أنه ربما كلام السفيرة الأمريكية فيه إشارة إلى احتمالية، وهذا الأمر ربما نعم ربما لا، دعم واشنطن لأي ثورة عراقية شعبية مقبلة. وعليه يفترض هنا بالأنقياء من العراقيين وهم كثر في الداخل، واليوم كما تعلم هنالك رفض حقيقي يعني انتقاد كبير للحالة السلبية من داخل العراق. يعني على سبيل المثال اليوم رأيت مقاطع فيديو للجسر ذي الطابقين في بغداد وكيف أنهم يحاولون إقامة يعني جدار حديدي على المنطقة الواقعة تحت الجسر، وقد صور بعض الناشطين كيف أن بعض المتنفذين يريدون بناء يعني قصور ومشاريع ضخمة تحت الجسر، ويحاولون يعني وضع هذه الجدران الحديدية من أجل عدم متابعة هذه المشاريع من قبل المواطنين. إذن اليوم المسؤول في العراق مرعوب من الملاحقة الشعبية، مرعوب من ملاحقات التويتر وغيرها، وبالتالي لا يمكن أن نزرع اليأس في قلوب المواطنين وفي أفكارهم. يجب أن تكون حالة الترقب للحالة الإيجابية، الترقب للغد العراقي قائمة، وإلا حينما نصل إلى مرحلة اليأس والقنوط أعتقد أنها بداية الهزيمة الحقيقية للعراقيين. وبالتالي يفترض أن نتكاتف عبر الإعلام عبر المنابر المختلفة من أجل شحذ الهمم، من أجل دفع الناس لرفض الخطأ والعمل على تغيير سلمي، لا أقول حربي ولا أقول مسلح، تغيير سلمي حقيقي في العراق من أجل أطفال العراق، من أجل هؤلاء الذين يعني لا يجدوا مقاعد للدراسة. ونحن نتحدث اليوم بموجب بعض الإحصائيات غير الرسمية عن وجود أكثر من 3,600,000 طفل عراقي من مجموع 5,800,000 هم خارج مقاعد الدراسة أو يتسربون في التعليم. إذن هذه القضية خطيرة، وبالتالي على المجتمع أن يتكاتف، على عشيرة أن تتكاتف، على الجوامع أن تتكاتف، على الدواوين الثقافية والتربوية أن تتكاتف من أجل النهضة بالعراق ثانية، وإلا فسنبقى على هذا الحال ولا يمكن أن يتغير الأمر طالما نحاول أن نزرع اليأس والقنوط. الواقع مؤلم، لكن يفترض أن تكون لدينا همة تماما مثل المريض الذي يعالج، يفترض به أن لا يأس من الوصول إلى مرحلة الشفاء، وإلا فلماذا العلاج؟ طيب أستاذ أمال الظفيري، يعني هل نشهد الآن خلال هذه المرحلة، ربما ليست فقط هذه المرحلة، يعني 20 سنة وكل عام يحتفل العالم بيوم الطفل أو اليوم الدولي للأطفال الذين عانوا من العدوان، هل نشهد نفاقا دوليا؟ يعني عندما نعمل أو نصنع مقارنة بين أطفال العراق الذين يجندون ضمن ميليشيات مسلحة مثل ما تفضلتي، وهم معرضون للاعتداء، معرضون للاغتصاب، معرضون للاستغلال، معرضون للقتل، معرضون لشتى أنواع الإساءات، محرومون من تعليمهم ومن حقهم كأطفال. أن نجعل هذه المقارنة مع أطفال أمريكا، أطفال الولايات المتحدة أو أطفال بريطانيا، هؤلاء أو هاتان الدولتان اللتان احتلتا العراق في عام 2003 والمتسببتان بهذه المآسي للطفولة في العراق.
يا ترى أنتم كحقوقيون يعني لديكم اطلاع بما تصدره الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية وإلى آخره من تقارير تكشف ما يجري في العراق من اعتداءات وانتهاكات ضد الأطفال، ولا تعمل مقارنة مع السبب في ما جرى لأطفال العراق، كيف تنظرين إلى الأمر هذا؟ طبعا هذا نفاق، هذا نفاق دولي ونفاق وقلة أخلاق من المجتمع الدولي. لما طبعا وانا ضد انه حتكون امريكا، يعني اسف دكتور الشمري، انه امريكا تعطي ممكن تكون سبب لخلاص العراق، او امريكا اللي قتلت الطفل العراقي واللي قتلت العراق بدم بارد لن تكون هي السبب في تحرير العراق. وبالفعل الشعب العراقي هو الشعب العراقي الوحيد القادر ان يحرر العراق. لا مكان مثل ما تفضلت حضرتك لليأس، اليأس، لكن ما يكون هذا انه احنا يوم من الايام نرجع ونصدق الروايه الامريكيه في التحرر والحريه والديمقراطيه. هذا النفاق الدولي. الامم المتحده منو اللي قرر عليها، ومنو اللي المجلس الامن، من هي الدول اللي تقرر به؟ هي الدول العظمى المنافقه اللي سببها من مئات السنين بسببها تهجروا الأطفال وقتلوا من فيتنام، إذا تذكرون سووا باليهود بأوروبا أطفالهم وين راحوا، إلى أطفال الجزائر، إلى فلا يوجد أخلاق عند المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هذه الملفات يستخدمها للابتزاز السياسي، موضوع حقوق الإنسان وموضوعات الطفولة والولادة، هذه يستخدمها الابتزازات السياسية يوم اللي يريد المجتمع الدولي يتخلص من 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 حكومة أو من مسؤول يعرض عليه أنت انتهاكاتك 1 2 3. أما إحنا أطفالنا هو مسؤوليتنا، إحنا العراقيين فقط، إحنا مسؤوليتنا، بناتنا مسؤوليتنا، أولادنا مسؤوليتنا، إحنا الشعب العراقي الوحيد اللي قادر يملأ ما يجب. أستاذة أمال، يعني عندما تكون أو تقع المسؤولية هنا على المجتمع، على الأسرة، ما هو دور الأسرة في مواجهة أو وضع حد على الأقل لهذه الانتهاكات؟ وكما هو معلوم أن هذه الانتهاكات الحكومة والمسؤولون الحكوميون مشاركون فيها، سواء كان حتى في الرقابة أو اللجان الرقابية التي تشكلها. ما هو دور الأسرة الآن؟ طبعا الأسرة هي أول مكان الطفل يتواجد به قبل ما يطلع للشارع. دور الأسرة جدا مهم. يعني يا أخواني، الأم أو الأب أو الأخ، انتبهوا على أطفالكم، انتبهوا من الغرباء، انتبهوا من الشارع، اسأل طفلك، شوف مرات الطفل يخاف يتهدد، ترى عندنا يعني أشياء وقصص يعني ما نقدر نتكلم بها، بالاعتداءات من المقربين، اعتداءات جنسية على فكرة من الأقرباء. انتبهوا على أطفالكم. الطفل غالبا ما يتهدد وتم الاعتداء عليه ويكبر وعنده هذه العقدة وأهله ما يدرون، وهو يعيش وما حد يدري به. فهذا هذه المسؤولية، شوية الأم يكون عندها ذكاء، شوية تنتبه، الأب ينتبه. ماكو شيء اسمه هذا عم وخاله عادي اقعد بحضنه بوسه. طيب. يعني آسفة بس، لكن هذه كلها يعني مسؤولية. طيب. مسؤولية الأسرة. إذا الطفل يتعرض للاغتصاب من العم أو الخال ومن المقربين، فهي مسؤولية الأم والأب، مو فقط مسؤولية نقول المجتمع، ولا ننطيها الثقة الزايدة بالآخرين، هذا عم وهذا خال وهذه. طيب الآن يعني عندما نتحدث عن مسؤولية الأسرة، بالتأكيد أستاذ أمال شكرا جزيلا لك، اسمحي لي أنتقل بالسؤال للدكتور جاسم الشمري. دكتور، موقف الأسرة، دور الأسرة، ألا تراه دورا فقيرا أمام طوفان نظام المحاصصة الذي لم يقدم خدمة للمجتمع العراقي؟ طبعا احنا صح وصلنا إلى مراحل يعني مخيفة، لكن ما زال المجتمع العراقي بخير. يعني لا نتوقع أنه صار عندنا سقوط أخلاقي كامل، يعني وبالتالي يعني أنا بس أريد أعقب على كلام الأخت، يعني أنه نحذر من العم والخال،
يعني ليست لهذه الدرجة، ربما إذا كان عم أو الخال يعني من مدمني المخدرات أو من المنحرفين ممكن، أما نطلق الكلام هكذا فهذا كلام أعتقد فيه يعني تمزيق للحمة المجتمعية التي تعاني أصلا اليوم من انهيار. والانهيار من أين أتى؟ أتى من المخدرات؟ نعم، من تفشي المخدرات نعم المجتمع بسبب يعني يفترض أن نخفف الخطاب بهذا المجال، يعني أرجو أن تقبل الأخت هذا التعقيب. أما بالنسبة للواقع اليوم، واقع الأطفال في الأسرة العراقية، يعني أنا سأنقل ثلاث صور حدثت في الفترة الأخيرة. الصورة الأولى كانت في بداية هذا العام حينما رأينا طفلا عراقيا في ملهى ليلي ينثر الأموال على راقصة، وهذا الفيديو انتشر في بقوة ولم تتمكن الحكومة من معرفة هذا الطفل. هذا الأول. الأمر الثاني، يعني قبل ثلاثة أيام رأينا أحد الآباء جعل من طفله كيسا للتدريب على الملاكمة، وهذه حالة لا يمكن أن تعقل أن إنسانا يعني عاقلا يمكن أن يقوم بهذا. الفضل للسوشيال ميديا التي جعلت الناس تنظر. الحالة الثالثة هي هذا الطفل الذي رمى بقطة من الطابق الثامن أو التاسع في مجمع بسماية. هذا إجرام. نحن حتى لو تحدثنا عن قطة، القطة النبي الكريم يقول أن امرأة دخلت النار بهرة، وعليه لا يفترض أننا نتحدث يعني عن قتل قطة وكان هي حيوان. حتى لو كانت حيوان هذا الأمر يقود إلى الإرهاب، يقود إلى القتل البشري، لأن الذي يقتنع بقتل الحيوان سيصل إلى قتل الحيوان الناطق وهو الإنسان. طيب تجنيد الأطفال، تجنيد الأطفال، الزج بهم في السجون، أليس هذا قتل للأطفال؟ يعني هذه الأمور موجودة في كل الدول ليست فقط في العراق. عندما نعم يؤذي قطة، أنت سؤالك كان عن الأسرة، وهذا الذي ذكرته أنا كان عن يعني عن أن الأسر يعني هنالك مشكلة وإشكالية في داخل الأسر بسبب يعني بعض حالات التعاطي مخدرات، الانشغال كثير من الأمهات بالهواتف النقالة وترك الأطفال أمام الانترنت، يقلبون التلفزيون على القنوات التي لا تعلم الأطفال إلا الرقص وال يعني غيرها من الأمور غير البناءة. لا أقول نعم أنها يعني أنا لا أتكلم هنا عن الحلال والحرام، أنا نعم أتكلم عن البناء للإنسان، عن بناء الأطفال، عن التربية. من يريد أن يبني المجتمع عليه أن يقف عند حدين وهما التربية والقضاء. حينما تخرب التربية، وأقصد هنا التربية التعليم والبيت، أحسنت، والقضاء، هنا ينهار المجتمع. ومع الأسف هذا الأمر اليوم والله أقولها بمرارة يعني موجودة بقوة في العراق، وعليه يفترض أن نتلاحم من أجل أن تكون هنالك نهضة مجتمعية إنسانية من أجل إنقاذ التربية والتعليم. أنا أعرف أن هنالك نسبة ليست قليلة من المعلمين، من زملائنا المعلمين ومدرسين، يعني لحد الآن يعني قلوبهم محترقة على الطلاب، ورأينا كيف أن معلمة في المرحلة الابتدائية أتت في صباح يوم امتحان اللغة الإنجليزية تعيد للطلاب المادة أمام باب المدرسة. نعم. وحينما نشرت هذا الأمر على التويتر قيل لي أن هنالك الكثير من المعلمات يعني يقمن بمثل هذه الفعاليات. هذا يعني هنالك حرص على أن ينجح الطالب، حرص على التعليم، وعليه نحن ما زلنا حتى الآن يعني على أرضية صلبة. لا نقول إن الانهيار تام في المجتمع العراقي بسبب وجود أناس يحبون العراق وهم في الداخل. بمثل هؤلاء يمكن أن نعيد العراق ثانية، يمكن أن ننطلق ثانية بالنهضة، بالقضاء والتعليم. هنالك الكثير من القضاة الشرفاء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لمواقفهم، وحتى اليوم هنالك الكثير من القضاة
يقفون بوجه العصابات الشريرة بوجه بهذه الثلاثية الأمن والقضاء والتعليم. نعم، وبهذا نبني الدولة. أما الاستسلام فأكرر هذا الأمر، يفترض ألا نستسلم وألا نجعل الوطن بديل هو الوطن الأصيل. الوطن الأصيل هو العراق، والوطن البديل لا يمكن أن يكون هو الوطن الأصيل. شكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا للأستاذة آمال الظفيري الناشطة في حقوق الإنسان. شكرا لك أستاذة. في الختام مشاهدينا الكرام تقبل مني أطيب تحية وفي أمان الله.